السلام عليكم متتبعين قناة الطبخ مع عزيز العبدي، كديرين بخير لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم دائما بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال، وديما العبدي جوجة قالك الما يدير العرس في الليالي غير الدوماري. واليوم العبدي رجع واحد المناسبة في العروبية في الدوار كيف ما كتشوفوا من ورايا، واحد المناسبة زوينة على قد الحال. الله يثبت الغرس والله يكمل بخير، وقبلوا عليا كيف قلت لكم فين ما كنت قبلوا عليا. الا كنت في المطبخ قبلوا عليا، كنت خدام في العروبيه قبلوا عليا، كنت خدام في المدينه قبلوا عليا. وكنشكركم جميع المتتبعين من ارض الوطن ومن خارج ارض الوطن اللي تفاعلتوا مع القناه ديالي، الله يكبر بكم والله يجزيكم بخير. العبدي واخا مريض ما قدرش يخلي هذه المناسبه في حق الوليدات الوالدين، الحمد لله والشكر لله الله يكمل بخير. واليوم قلنا نجي نشاركوها معكم، ودابا راني درت المقدمه غير في الطبيعه كيف ما كتشاهدوا، وقلت نشارك معكم هذه الاجواء. شوفوا الطبيعه تبارك الله كيفاش دايره، الدنيا خضراء والله يكمل بخير والله ييسر الامور جميع المسلمين، واللي نوى الخير الله يجيبوا ليه. وتحيه لكم كبيره المتتبعين، كي وقفتوا معايا الله يوقف معكم والله يكبر بكم. دابا غندخلوا للمطبخ باش غادي نوريكم مكونات باش كنخدموا. داكشي بلدي على طبيعته، ما عندنا لا زواق لا حتى شي حاجه، غير في العروبيه خدامين خدمه شعبيه طبيعيه متواضعه، الحمد لله والشكر لله الله ييسر الامور. وهانتم معنا ان شاء الله. وقبل ما ندخلوا للمطبخ ديالنا فين كنخدموا، ما فيها باس نشارك معكم هذه الخضوره وهذا المنظر الجميل. شوفوا تبارك الله الدنيا كي دايره والصرع كيفاش ولا، تبارك الله وصلى على النبي الله يكمل بخير. النوار هو بدا يتفتح، الكركاز والجمره تبارك الله وصلى على النبي. واللي ما يعرف يرني هي هذه، اللي كيسمع بيرني وما يعرفهاش راه هي هذه، هذه هي العشبه ديال سيرني. شوفوا تبارك الله الدنيا كي دايره، انتما يرني هي هادي تبارك الله. هنا هادي يرني هي باش كان كيعيشوا الناس ديال الزمان الاول، ملي كان الجفاف وما كان قلت ما يدار وما بنادم كيجبد هادي يرني كيحفر عليها وكيطيبها، وكانوا كيصوبوا بها تما واحد الاكله. الحمد لله الخير وجد والدنيا زيانة تبارك الله، والله يرحمنا والله يعطينا الشتاء على قد النفاء لا يحرم منا منها. ودابا الى المطبخ. بالنسبه للمكونات هي دي كيف ما كتشاهدوا، حاجتنا في المرزيه ديال الدجاج ديال اللحم عفوا، سكنجبير، الابزار، خرقوم بلدي، القرفه، الدماس ديال الزعفران لان ما جابوش الزعفران، ملون بالطبيعه، الزهر، زيت الزيتون. هذه هي المكونات اللي غادي نخدموا بها اللحم ان شاء الله، والربيع بالطبيعه. العطريه انتما كما كتشوفوا حنا جمعناها دابا، اللحم هو هذا، حنا غادي نديروا ليه التمريقه ديالته وردوه يطيب. اللحم حنا درنا ليه العطريه كيف ما كتشاهدوا، الربيع درته غير قبطه، وبالنسبه للثومه درتها كركوبه. حنا سالين كنقيو في البصله كيف ما كتشاهدوا، الفاخر حنا زدناه دابا. البصله حنا طحناها بالحادقه كيف ما كتشاهدوا، طحنا البصله وردينا على اللحم. دابا اللحم هو كي كيتقلى، بعد ما ردينا اللحم دابا باش غادي نرد الصفه ان شاء الله صفور. دابا باش كندير الزيت الرومي وندهنوها، كنحركوها بهذه الطريقه. الصفة كيف ما كتشاهدوا حنا رجعناها للبرمة، هذه هي الخدمة عندنا على الطبيعة بلا زواق. الطناجر كيف ما كتشاهدوا حنا رجعناهم يطيبوا، كلشي فوق الفاخر.
ودابا بعد ما نصبنا حنا غادي نفطروا ان شاء الله. البراد ديال اتاي، الخبز المخمر، طيف الفراح ديال الطين على الحطب، الزبده البلديه، الكونفيتير، زيت العود، اتاي بالطبيعه. ومرحبا بكم كاملين عند عبدي. السفاح نقلبناه دابا باش غادي نقلبوا عليه الماء ونديروا له الملح وشويه ديال الزبده كيف ما كتشاهدوا. واحد 5 دقائق ونرجعوا للكسكاس. كي قلت لكم احنا كان درنا الملح، درنا الزبده، خوينا الماء، واحد 5 دقائق نحركهم ونرجعوا للكسكاس. نخلطوها مزيان. دابا باش غادي نقلبوها. حنا رجعنا الكسكاس كيف ما كتشاهدوا، اتسقطر ورجعوا للطناجر. دابا حنا فرغناها في الطناجر، درنا السنيده وغادي نديروا الزبده وغادي نزيدوا لافاني كتعطي واحد النكهه زوينه، كتحيد من هذيك الريحه ديال الدقيق والنشا. ودابا غادي نزيد من الزبده ها هي كيف ما كتشاهدوا ونخلطوها ونخليها تبرد حتى الطبق التقديم. تبارك الله الفنان. السفاحه هي نتوما كما كتشوفوا فيها فاركه وزوينه، ما تخافوش من هنا كنفورها غير فوره واحده والثانيه كنسقيها صافي كنقدمها. تبارك الله على بنت خوتي المتسبعه، راه كيسلموا عليك. الله يبارك فيك خلود. تبارك الله الفنان. بالنسبه للكاوكاو هو هذا، سلقناه شويه طلعنا من ديك الغليه حيدنا منه داك النشا ديالو وحنا قليناه. دابا باش غادي نطحنوه ان شاء الله غير في الماكينه الحاريه نزوقوا به السفه ديالتنا. وما بقى لينا دابا غنتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم. واهم شيء في هذه المناسبه هو القصري ديال الكسكسو، غدانا جابوه لينا الله يخلف عليهم وعليكم المتسبعين، ان تا هو نشاركوه معاكم. وكنشكر جميع الناس اللي دخلوا عندي لا الاول ولا في الاخير، الله يكبر بكم والله يكثر خيركم والله يكون منكم الزرع والزريعه. تابعونا ان شاء الله. تو تو احنا سالين نطحنوا في الحادقه. شوفوا كيفاش داير كيطحن بطريقه جيده وزوينه، ما كيعذب ما والو. نصيحه مني للاخوات والاخوان اللي كيبغوا يستخدموا كاوكاو في الحلويات ولا في الطبخ، تيكون بالنسبه للاخوات اللي كيبغوا يديروا الحلويات يستعملوا فيها بالنسبه لاي نوع من الحلوى او الصابلي يطحنوها بهاد الحادقه. بالنسبه للحم كيف ما كتشاهدوا هو طاب. دابا باش غادي نرشوا بواحد شويه ديال السنيده ولا العسل، انا ما عنديش العسل غادي نرشوا غير بشويه ديال السنيده. شنو الدور ديال السنيده او العسل؟ كيعطيه واحد اللون ديال التحميره زوينه مع الكا. صافي، نتمنوا الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم يكون عند حسن الظن. كيف قلت لكم احنا خدامين غير على الطبيعه. ودابا مبقانا نتلاقاو ان شاء الله في طبق التقديم.